السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصيحة الثالثة اليوم اللي حنذكرها بخصوص الأطباء. طبعا الأطباء بيبذلوا جهد كبير جدا في علاج المرضى، وخصوصا بعد بعض الأمراض المستعصية. فاللي بقوله أنا إنه في بعض الأمراض اللي تقريبا العالم يئس منها، ولكن هو الشافي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. تعريف بسيط عن مرض السرطان، اللي هو عبارة عن عطب بيكون في الدي ان اي حق الخلية السرطانية اللي بتأدي وظيفة معينة في جسم الإنسان. طبعا العطب هذا بينتج عنه خلايا غير مكتملة النمو، هي دي الخلايا السرطانية. نسأل الله السلامة، وأن الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان، ويشفي المرضى في العالم أجمع إن شاء الله. فاقتراحي للأطباء، أبدأ الآن بفكرة استخدام تقنية النانو تكنولوجي. عبارة عن هي فكرة، مجرد فكرة، بس ما يمنع إنه الناس، إنه الأطباء والعلماء يشتغلوا عليها. هو عبارة عن فكرة ابتكار جهاز بسيط صغير يركب في جسم الإنسان، بيخش الدم فيه، بيدخل الدم فيه وبيخرج طبيعي زي عبارة الفلتر. لكن الجهاز ده هو لازم بيكون متصل بكمبيوتر حساس صغير جدا بيحدد الخلايا اللي هي غير مكتملة النمو. فهنا لازم يفصل خلايا الغير مكتملة النمو عن الخلايا الطبيعية، أساس لا يكون في ردة فعل من كرات الدم البيضاء، وبتسوي عملية محاربة لها وبتهوج، وبكده بيصير عملية التضخم في عمليات زيادة الخلايا نفسها. فاقتراحي، لابد انه الاطباء الان يحاولوا انهم يقترحوا او يتشاركوا مع العلماء في التقنية، وخصوصا تقنية النانو، بكيف توصلوا الاجهزة متناهية الصغر، بتكون عبارة عن ميكروسكوب بيفصل، بيدي خدمات معينة، بيركب في جسم الانسان، بيفصل الخلايا غير مكتملة النمو عن الخلايا الطبيعية، وبتخرج بفلتر طبيعي يمكن تغييره في المستشفيات. يعني أنا هذا اللي أنا أقترحه، ممكن يكون مفيد وممكن يكون لا، لكن نسأل الله السلامة للمرضى كلهم أجمع. وهذه الأمراض هي عبارة عن عطب في الدي ان اي حق الخلايا السرطانية نفسها، والعطب هذا ما يصلح إلا اللي خلقه أول مرة، الله سبحانه وتعالى. يعطيكم الصحة والعافية.